আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ মিশর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারাতে আসার উপর সর্বোচ্চ সনদ প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসির কোরআন জনাব আলী শায়খ আহমদ বিন ইউসুফ আল-আজহারি সাহেব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহি আমি সম্মানিত السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم كتاب مكنون
يظهرون تنزيل من رب العالمين الله الله يا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فلا بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تنزيل من رب العالمين إنه
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا فروح وريحان وجنة نعيم الله أكبر فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين بارك الله في حياتي وأما إن كان من
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأن المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Yeah.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن شيءٍ عليم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك برب بك الكريم وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ثم قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي
بصورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ثم ما أدراك ما يوم الدين وما لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما
ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف. الله أكبر. لله تكبير. الله أكبر. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم.